لله رب العالمين. رغم أنا واحد من رهائن الفلسطينيين الذي غير اسمه إلى اسم أمير، والحمد لله رب العالمين، وذلك بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى. وهو الآن معنا وأعلن إسلامه في بعض المساجد وفي نصف من المساجد، ولكن لما شاف هذا المسجد في بعض الصفحات وكان أن لقاءات معاه تكلمنا عن دين الله عز وجل، أبى إلا أن يحضر معنا، أبى إلا أن يشارك المسلمين في هذا المسجد العظيم. ولو أقول لكم سبب الإسلام ديابة عجيب جدا، هي هذه الأحداث الأخيرة على غزة، لما شاف الناس شاف هذا الشباب صار يسأل عن دين الله عز وجل، والفضل يرجع عادة للمنافق تاعو الحاج الذي كان يعني دائما ما يناقشه في هذه المسائل حتى أعلن إسلامه ولله الحمد والمنة. فالمسلم لازم يفرح، هو المسلم لما يدخل في دين الله يفرح به، ويحزن إذا ذهب واحد من الكفار إلى لقاء الله عز وجل عن الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، مرت عليه جنازة اليهودي فبكى، فتعجب الصحابة قالوا لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال نفس أفلتت مني إلى النار. وكان لما يدخل واحد في الإسلام يفرح به الصحابة ويقروا به ويكبروا به وما إلى ذلك، فلذلك يعني نفرح به أنه صار واحدا منا ومن المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا ولله الحمد والمنة. السلام عليكم ورحمة الله. Je suis très heureux et honoré d'avoir partagé cette prière aujourd'hui avec vous. Et je suis honoré et très heureux de faire partie de l'islam et d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.